السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة رقم 10 في محاضرات الفيزياء الحديثة، ونتطرق اليوم إلى موضوع الانسرتينتي برنسبل اللي وضع هذا القانون اللي هو العالم هايزنبرغ، وهو عالم ألماني برع في موضوع الدالة الموجية، وزي ما حكينا في المحاضرة اللي فاتت إنه وضع تصور رياضي للدالة الموجية، وعلى اتفاق مع عالم آخر هو العالم شرودنجر، ولكن كلاهما أخذ معنى مختلف. هايزنبرغ أيضا حصل على جائزة نوبل في عام 1932، وله العديد من الأعمال في مجال الفيزياء الرياضية. من ضمن هاي الاعمال اللي هو مبدا الشك او الانسرتينتي برنسبل، وطبعا انسب عباره انه وضعها لهذا العنوان: We cannot know the future because we can't know the present. وبالتالي هو بيحطنا على حقيقه علميه اكيده، انه في عندي انا شك في القياسات، خاصه لما بنتعامل في عالم الكوانتم أو في العالم المتناهي في السرعة. وبالتالي لا يمكن تحديد مكان الذرة بالضبط، لا يمكن تحديد مكان الإلكترون بدقة، لا نقدر نحدد طول الموجة بدقة ولا طاقة وهذه الأمور. إذا هنالك دائما عندي في شك أو لا حتمية في القياسات ناتجة من الطبيعة الكوانتية والطبيعة المزدوجة للأجسام المادية والأجسام الكهرومغناطيسية اللي هي الفوتونات. إذا الطبيعة الموجية أو الطبيعة المزدوجة للجسيمات أو الأطياف الكهرومغناطيسية هي التي أدخلتنا في مواضيع مختلفة، منها موضوع الشك. خلينا نشوف إيش هو المنبع مبدأ الشك. إذا قمنا بدراسة الجسيم، الجسيم زي الإلكترون مثلا، باعتبار خواصه الجسيمية أنه يتصرف كما لو كان جسيم، فإن هذا بالضرورة سوف يؤدي إلى فقد خواصه الموجية، وبالتالي لا نذكر أي شيء على خواصه الموجية. بالمثل إذا درسنا الجسيم باعتبار خواصه الموجية، فإننا نهمل تماما الخواص الجسيمية. واضحة الفكرة؟ مثلا زي الفوتون، عندما تعاملنا مع الفوتون في الظاهرة الكهربائية تعاملنا معه على أساس أنه جسيم، ولم نتحدث أي شيء على أنه موجود. في عديد من الظواهر تظهر أو تظهر خاصية على خاصية أخرى، فتظهر خاصية جسيمية ولا يكون أي ذكر أو أي أثر للخاصية الموجودة، والعكس صحيح. طيب إذا أردنا أن ندرس الخاصيتين معا، فإننا سوف لا نستطيع تحديد موقع الجسيم بدقة، بل نعين احتمالية تواجد الجسيم في الفراغ. إذا افترضنا أن الجسيم ما بين جسيم وموجة خاصية مزدوجة، وبالتالي حتى تبقي على الخواص الموجية فأنت لا تستطيع أن تحدد مكانه بدقة، لأن الجسيم إذا أنت افترضت أنه جسيم فأنت تستطيع أن تحدد مكانه بدقة ومكان تواجده، لكن لما يكون عبارة عن انتشار كموجة فبيكون إيش؟ له حيز في الفراغ، ومربع الموجة تبعته هي بتعبر عن احتمالية تواجده في هذا الفراغ أو في هذا المكان، زي ما حكينا في المحاضرة اللي فاتت. في هذه الحالة من عدم الدقة في تحديد موقع الجسم فإنه لن يفقد خواصه الموجية، وبالتالي بقدر أربط ما بين الخواص الموجية والخواص الجسيمية. لذا من المستحيل أن نطبق الخواص الموجية والجسيمية في وقت واحد على الجسيمات المادية أو الكائنات، فإذا اخترنا أحد الصفتين لابد استبعاد الأخرى، لذلك فإن مبدأ الشك يجمع بينهما معا. وكذلك معادلة شرودنجر أيضا اللي حندرسها في المحاضرة القادمة بتعمل تجمع بين الخواص الموجية والجسيمية. مبدأ الشك في الحقيقة هو موجود أيضا في الفيزياء الكلاسيكية، يعني هو مش موجود مع الفيزياء الحديثة، هو موجود مع الفيزياء الكلاسيكية، وبالتالي
حتى نعرف مبدا الشك في الكوانتم لازم نشوف ايش معناه المقصود في الفيزياء الكلاسيكيه. اول خلينا نعرف الجسيم المثالي والموجه المثاليه. الجسيم المثالي هو جسيم يمكن تعيين موقعه في الفراغ بدقه كما يتم تعيين كتلته وشحنتها. زي ما احنا بنعرف الكتله والشحنه ايضا يمكن تحديد موقعه بدقه، هذا الجسيم المثالي. اما بالنسبه للموجه المثاليه فهي موجه جيبيه ساين ويف، لا يمكن تحديد متى انتشارها في الفراغ، اي انها تمتد امتدادا لا نهائيا، يعني من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه، هذا مدى انتشار الموجه ولها تردد اف وطول موجه لندا وسرعه انتشار في يساوي لندا في اف. هذه هي بالنسبه لايش؟ للموجه المثاليه. نفترض ان لدينا موجه مثاليه، تحقق لدينا وجود موجه مثاليه. وطول الموجه معروف ونريد ان نقارن هذه الموجه بموجه اخرى. ايش معنى نقارن؟ بدي اقول انه هذه الموجه تساوي الموجه المثاليه في التردد وفي طول الموجه. السؤال الان كيف يمكن ان نقول بمنتهى الدقه ان تردد الموجه المجهوله يساوي تماما تردد الموجه المثاليه؟ كيف بدي اجيب موجتين واقول انه هذول موجتين متساويتين في التردد؟ فيزيائيا نحن نعرف انه اي موجتين التردد بينهم قريب جدا من بعض وندعهم يتداخلوا مع بعض تحدث ظاهره النبضات البيتس نتيجه للتغير المستمر في مين؟ في فرق الطول. لما اكيد لو كان عندي طول، لو كان عندي موجه ترددها 101 وموجه ترددها 102 وتداخل الموجتين مع بعض، فنتيجه للتغير في الفيز المستمر مع الزمن نتيجه لاختلاف طول التردد، فبتحدث عندي ايش؟ تراكم بناء وتراكم هدام متوالي، فينتج عندي ايش؟ ظاهره النبضات. هذه ظاهره البيتس. الان من خلال معرفة الزمن الدوري للنبضات بقدر أحدد الفرق في التردد. بقدر أحدد الفرق في ايش؟ في التردد ما بين الموجتين. إذا كيف يمكن أن نحكم بدقة متناهية أن الموجة الأولى أو الموجة القياسية لها نفس تردد الموجة المجهولة أو الموجة المجهولة نفس تردد الموجة المثالية لدى الموجتين تتداخلان لكي ينتج عنهما ظاهرة البيتس. ظاهرة البيتس وتغير في الامبليتيود، لاحظ الامبليتيود تبع الموجة الأولى، لاحظ الامبليتيود تبع الموجة الثانية، كونستنت متغيرش مع الزمن. لما يتداخل الموجتين مع بعض بصير الامبليتيود ايش؟ متغير مع الزمن. عدد الضربات في وحدة الزمن يساوي الفرق في التردد. إذا قمنا بملاحظة الموجتين لمدة محدودة من الزمن هذا نلاحظ تغير في اللي هو سعة الموجة. يعني إذا أنا رصدت خلال فترة زمنية صغيرة وبالتالي رح أكون في المنطقة هذه وحقول إنه موجتين ما سمعتش أنا البيتس، معناته موجتين لهم نفس التردد. لأنه متى بيحدث ظاهرة البيت؟ إذا اختلف التردد. طالما أنا ما بديتش أسمع بقول إنه الموجتين لهم نفس التردد، لكن هذا الكلام مش صحيح. لأنك لم تنتظر الفترة الزمنية الكافية لتحكم انه ما فيش ظاهرة البيت مش هتسمعها او مش هتشوفها. وبالتالي يجب ان تتيح لنفسك فترة زمن قياس اطول. ومهما اخذت الفترة الزمنية مدة اطول هقول لك برضه لو انتظرت اكثر ممكن تلاحظ الفرق. لذلك حتى تكون متأكد